السلام عليكم اخوان، اقدم تحية لجميع الجروبات. هذا الزوج كان عندي مخليهن بخانة، فلاحظت وشفتهن شوية تعبانات بالخانة، طلعتهن برا الخانة حتى شوية يصير مطيارهن قوي وتتنشط مثل ما تقول الدورة الدموية عندهن. هذا هو هذا الفحل وهذا زوجته، وهن كانوا مفرخات داخل الفراخ الموجودة بالخانة. فأنصح اللي عندهم محميات، اللي عندهم طيور، يطلعون هنا شوية بمحمية واسعة حتى أجناحهن يصير قوي ويقدرن يطيرن. يعني حسيت بهن شوية خاملات، فيوم يومين أخليهن برا الخانة مالتهن بالمحمية شوية قوي أجناحهن، وبعدين ادخلهن بالخانه مالتنا ذيك خانتهم. يشوفون ذاك الفرخ الموجود مالهم. تحياتي لجميع اعضاء المربين حمام الملكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.